يلا والله فيديو جديد من ماينكرافت. اليوم افتتاح سلسلة جدا اسطورية، وبعرف يا جماعة اني انا مأثر لدرجة مو طبيعية. وخذوا هدول التعليقات الاسطورية، وكل واحد من هدول التعليقات بلكون جدا اسف، ويمكن ما احسن طالع كل التعليقات لان ما شاء الله كمية كتير كبيرة. اوكي، فيب مثل ما كنتم شايفين يا جماعة، اليوم رح اعوضكم بسلسلة جدا اسطورية، واللي بده يحملها رح احط لكم الطريقة اخر الفيديو كيف فيكم تحملوا هذا المود او الماب. ما بعرف صراحة هذا شلون. المهم، صارت معي مشكلة بهاي الفترة اللي انا سحبت فيها انه مود ناروتو اللي كنت انشر عليه، وهو كنت انا معتمد انه يكون استمراريتي، وقف. اوكي، فجأة العالم وقف وما عاد يفتح عندي العالم. اوكي، وحاولت اني اركب مودات بماينكرافت، ما عاد ينحط بمجرد ماينكرافت، ما عاد يخليني احط ولا ملف. فلجأت لهي الطريقة مثل ما كنتم شايفين، حملت ماب من ماينكرافت الأصلية، يعني بيكون ماب ببلاش، حملته، واليوم إن شاء الله راح يكون أول فيديو عنه. أوكي، فنقول بسم الله وخلينا نبلش. بس قبل حابب فرجيكم الأنيميشن الأسطوري يا جماعة، شوفوا للرقد كيف، فجدا أسطوري. أوكي يا جماعة، فمثل ما كنتم شايفين كيف التعديلات على السكن، هذا إن شاء الله راح يكون السكن الصيفي، والسكن الشتوي لسه ما عملت له تصميم، لسه إن شاء الله بس تصير شتوية، يعني لسه مطولين. اوكي يا جماعة، مثل ما كنتم شايفين هي واجهة الماب بهالطريقة، وطبعا العالم يمكن بيشتغل على 1.18، بس انا حاليا عندي 1.19.10. اوكي، اللي حابب هي قلت لكم الاصدار. طيب، مثل ما كنتم شايفين هي واجهة الماب يا جماعة، وبصراحة مبينة عليه مود جدا خرافي. خلينا اول شيء نفوت ونشوف نستكشف الماب مع بعض. اوكي، يا هلا والله، حرفيا في شغلات كتير اسطوريه وتعبانين عليها هون. فا اوكي، هدول البلوكات شو المفروض يساوي؟ هذا الكتاب، يا هلا والله، ليش صوته كل هالقد عالي بينقز؟ اوكي، طيب قبل ما اشوف هذا الكتاب يمكن يفتح لنا شيء، خلينا نستكشف الماب مع بعض. يا هلا والله، في طريق مختصر هون. اوكي، لا يا حبيبي، شكله هون بنتمرن، يعني نستكشف المود بعدين بنبلش الفايت الحقيقي. بس هون يعني بيقول لك اذا بتعرف يعني دغري تفوت من هون وتبلش. لا يا حبيبي، خلينا نستكشف مع بعض، لسه ما شفت شيء. اوكي، طيب نفتح الكتاب فلاي. المهم، ما بدي افضح حالي بالانجليزي لان كل مره حدا بيعيب علي بالفيديو. اوكي، فخلينا نقطعه هالمره. اوكي، طيب يا هلا والله، حرفيا صوت جدا عالي. طيب، مثل ما كنتم شايفين اذا تميت كابس عليها يا جماعه راح تطير. اوكي، وفي كمان هي اللي تحت يا جماعه رح تنقص، بس تنقص خلص بصير الفلاي عندي دغري بيطفي وبوقع. اوكي، طيب او ماي جاد، حرفيا شيء اسطوري يا جماعه. طيب خلينا نطير هون. اوكي، يا هلا والله. اوكي يا جماعة، رجعت لكم بعد ما وطيت الصوت، ان شاء الله يكون هلا بهي اللقطة بس يكون صوتي منيح. اوكي، طيب مثل ما كنتم شايفين في 4 عناصر بهذا المود، وانت حاليا بتختار شي عنصر من هدول. اوكي، هلا حاليا راح افتح الكتاب ونشوف شو مكتوب. اوكي، سبيلز ار سليد، ما بعرف شو. المهم سكر. معي 1000 نقطة هوني، فشكله يمكن اشتري قوة من هدول. طيب، في عنا هي القوة اللي ما بعرف شو هي. اوكي، في عندي هدول ويند، ثاندر، حلو، رعد، فروست، فاير، بليك. اوكي، ما بعرف شو هي اخر وحده. المهم اكيد جبت بعيد العيد باسمه. طيب يا هلا والله، شو هدول الاليين اللي هون؟ حرفيا انا اوكي، ما كان قصدي. المهم، خلينا ناخذ النار يا جماعه، بحيث اكثر شيء بيطبع على سكني، وهذا هو. اوكي، طيب نقول بسم الله طوري، خلينا ناخذه. اوكي، وهي 1000 نقطة راح. يا هلا والله، شو اللي عم بصير؟ اوكي، نايس. اوكي، فيني اخذها هلا ولا شلون؟ اوكي، كلوز. اوكي، صارت عندي، انفتحت. يا هلا والله. اوكي، اذا تميت كابس عليها حاليا يا جماعه مثل ما كنتم شايفين، تركتها راح يطلق النار مثل ما كنتم شايفين بهالطريقه، وراح يحرقهم، فهذا الشيء اللي بيميز النار. اوكي، ويتمع بيدمجهم، بس الدمج تبعيته شوي ضعيف. اوكي، فعادي اتوقع انه فيني رقيه ولا لا، ما بعرف. المهم راح نستكشف مع بعض. الصراحه انا دغري نزلت المود ولسه ما شفت شيء عنه، فلسه في كثير شغلات ما بعرفها. طيب
نطلق على هدول رح يحترق بها الطريقة هاي. طيب إذا أنا بدي أضرب بإيدي، لأن شفت صراحة إنه هاي في بونش هون كتير قوي يا جماعة مثل ما كن شايفين، فيب شيء أسطوري الصراحة. أوكي في عنا كمان كتاب تاني هون خلينا نشوفه. أوكي المانو مسكر. طيب رح يبين عندكم فوق يا جماعة كيف الحركات اللي أنا عم بعملها. أوكي فيب خليني بس شوف وأنا عم برقد كيف رح يصير شكل النار. اوكي يا جماعة من هذا اللي شفتوه هلا من شوية انا فتحت البوابة بالغلط. لازم نكسرها بهالطريقة يا جماعة. اوكي بينفتح فيب. طيب فصرنا جاهزين حاليا للفايتات، تعلمنا الشغلات الاساسية تقريبا، فهلا صار دور انه نبلش القصة. اوكي طيب في هذا الشيء اللي هون اللي ما بعرف شو قصته، بين عليه حفرة صح؟ اوكي شكلي بعرف القصة صح؟ طيب خلينا ننزل فيه يا جماعة. يا والله ما انسلتت انا تحت، شو صار؟ اوكي عبيلي في شيء بحسن اشتري، بس المشكلة انه ما معي روبي او هذا مثل ما كنتم شايفين. وفي خليني استكشف كمان هون كم شغلة، في كم شغلة اسطورية شكلها. اوكي شغلات عن الماب ما مهم، خلينا نشوف. او ماي جاد حرفيا شيء اسطوري، بس ليش الطاولة اعلى مني؟ يا هلا والله. طيب في نطلع عليها؟ يب اوكي بس ما فيني احرك شيء صح؟ اوكي عادي يا جماعة احرون اعطيهم هيك فتيل صغير. خلينا نروح هلا حاليا، خلينا نبلش طور القصة ونشوف الشيء الاسطوري بهذا المود. ستار يا هلا والله، شو اللي عم بصير؟ اوكي يا جماعة تغيرت الموسيقى، صارت متخوف. اوه ماي جاد معي دقيقة، عشو هاي الدقيقة؟ بونس تشيف يا هذا والله بالجو المرعب. اوكي يا جماعة بتوقع انه هذا لازم انا ادمره صح؟ خذ هاي سريع احترق. اوكي ممتاز انفتح باب، خلينا نبلش. وات از اوكي على السلايدر ولا شو القصة؟ اوكي يا حبيبي نزل لتحت. يا هلا والله بالمنظر المرعب، كله سبايدر تحت. اوكي ما بيأثر ما بيأثر، الوقت راح يخلص يا جماعة، ما بعرف شو هذا. المهم اوكي يا جماعة شكله الوقت راح يخلص، وانا الصراحة ما بعرف شو هذا. صفر، شو اللي راح يصير؟ ما راح ما صار شيء. يا هلا والله تعال خذ هاي الفاير، احترق خذ هاي كمان. او ماي جاد هذا كبر حجمه. الو اوكي ممتاز يا جماعه مات، خذ هاي. راح احاول اني اضربه بايدي. يا هلا والله انا صرت احترم النار يا حبيبي، ناقص قلبين بسيطة. اوكي بس شو هذا؟ من ايمت اجاني؟ يا هلا والله انا كامل ثابت عليه، ما بعرف شو اللي عم بصير يا جماعة الصراحة. جبنا العيد، حرفيا جبت العيد، رجعني واعطاني هذا الشيء. اوكي خلينا كمان نشوفه، ما بعرف شو هو. اوكي عادي احنا نرجع نكبس ستار، وراح اعمل سكيب لكل هذا يا جماعة وارجع. يا هلا والله شو اللي عم بصير بالدنيا يا جماعة؟ هالمرة نقلني على محل ثاني والسبايدر. اوكي هالمرة مو سبايدر، هالمرة جرازين او جربوع ما بعرف شو هذا. ترقب. او ماي جاد وشو هذا؟ شو هذا هيك العظمة؟ اوكي تعال خلينا نضربه بايدي، هل تشوف اذا دمجي محترم ولا لا؟ اوكي شكلي اكلت هوا. اوكي حلو لما اضربهم بايدي يا جماعه بيعطيهم بنش.
بس المشكلة انه الدمج ما نوع عالي. اوكي هروب يا مجد، هروب بس. خد هاي، خد هاي. اوه ماي جاد، اكلنا. يا جماعة فينا نقول تقريبا الهيكل العظمي مات. اوكي بس باقي له ضربة وحدة، خلينا نعطيه السفاير هيك على وجهه ومات. بس في غيره. اوكي ما كملت الفرحة. تعال موت انت كمان. حلو عم بيعطوني شغلات، خليني اشيل هاي بس. اوكي شو هاد؟ ما بعرف. اوكي يا جماعة شكله الهيلث عندي بيكتمل لحاله. طيب في شغلات واقعة هون بالارض خلينا ناخدها. ممتاز. المهم يعطوني من هذا الروبي حتى احسن اطور فيه مهاراتي يا جماعة وافتح مهارات زيادة. المهم ما بيعطوني شيء منه. اوكي لازم اهرب. يا والله حصروني بالقرنة. طيب هذا الهيكل العظمي دمجه حرفيا عالي جدا. طيب خد هاي، خد هاي انت كمان. يا هلا والله هذا عم يرقد يعني ولا شو القصة؟ خد هاي النار، خد هاي كمان وفطر. يلا موت اللي بعده. يا هلا والله دغري فاتوا هذولي. يلا اخر ضربة وموتوا. نشوف بس شو صاروا يعطوني يا جماعة. اوكي اثنين هيكل عظمي جمجمة فيب شي فخم. اوكي خلينا نستكشف المكان. انا صراحة شفت بالدعاية انه حاطين شيستات بس لا ما في شي. اوكي يا جماعة شكله الوقت اللي فوق قرب يخلص. وهل اذا خلص رح يعطينا شيء انه خلصنا المهمة يعني نحن مثلا؟ يا هلا والله هذا الشيست الفخم اللي كنت عم بحكي لكم عنه يا جماعة. وانتم ما انتم شايفين؟ اوكي انا اشتركت عليه. يا هلا والله. اوكي خلينا نخلص بس من هدول على السريع حتى نشوف شو طلعنا بالشيست. خذ اخر ضربة يا حبيبي. يا جماعة خليني اتنفس بس. اوكي اللي بعده هذا مات كمان. طيب بس بدنا ناخذ صوره لهذا الشيست الفخم. اوكي وهيك بنكون خلصنا. طيب كيف بدي افتحه لهذا؟ خليني اعلي لي كم شغله لفوق يا جماعه لان بدي احط على الايد الطبيعيه ونفتح الشيست. اوكي في شيء جايين، في شيء عم يمشي يا جماعه. عفوا بس هذا ما بيعطيني شيء، ما بيفتح. اوكي اعطاني هذا بيساوي 20 واعطاني هذا كمان بيساوي 20 من الروبي اللي معي. اوكي ممتاز رح نبيعهم. المهم خلينا نكمل قصتنا يا جماعه. وهي بلشنا يعني نعرف شويه على المود فيب شكله مجوهرات. خلص المرحله وبعدها بروح ببيع المجوهرات بصير معي مصاري حتى افتح قدرات زياده. اوكي يا هلا والله هذا كرسي، شكله هذا الكرسي للهيكل العظمي اللي كان هنيك. المهم خلينا نطلع من هون. يا هلا والله رجعنا على المنطقة نفسها صح؟ اوكي هذا الروبوت جدا اسطوري، احسن نركب عليه؟ اكيد لا. اوكي شكلي راح اطلع على الطابق الثاني يا جماعة ونشوف هل في وحوش زيادة ولا لا، لأن صراحة المنطقة اللي أنا كنت فيها ما عاد يرسبك. اوه ماي جاد. خذوا لكم هي. صراحة حرفيا يا جماعة البداية تبعت المود جدا بتخوف، حرفيا انه هذا السبايدر بخوف. يا هلا والله حبيبي اقعد بس خليني احمي الضربة يا جماعة ما بخليني اتنفس. اوكي او ماي جاد دمجه عالي شوي. اوكي راحت الموسيقى وخلص الريفت. وات از ذس؟ اوكي يا جماعة في شيء عم بيأشر لي لتحت صح؟ خليني انزل من هون، خليني اطير. راح يخلص الطيران. اوكي شو هذا اللي عم يطلع؟ اتوقع هذا عم يطلع. وات از ذس؟ اوكي خلينا ننزل من هون، ما في شيء. اوكي لا عم بيكمل جوا الحيط.
يا هلا والله، كنت عرفان عبي أشري. اوه ماي جاد، شفت الفخم. اوكي عطاني روبي شكله صح. خذ لك هي كمان. طيب فخلينا نشوف شو عطانا. عطانا هاي يا جماعة روبي هالمرة حقه 20، وعطانا هذا الشيء اللي حقه 100. اوكي وهدولي 20 ب20 ب20، بس بتوقع اوكي جمجمة فينا نبيعها كمان. حلو، الجمجمة الوحدة بتساوي 30، وهدولي اوكي شغلات فاضية، بس ما توقعنا بيطلعوا 1000 حتى نحسن نفتح قدرة ثانية. اوكي يلا رجعني، شكله هي البوابة يا جماعة حتى نرجع. فخلصنا المرحلة الأولى، والأغراض اللي جمعناهم حاليا راح نشوفهم بالفيديو الجاي، لأن بتوقع أني طولت عليكم هيك. خلي هذا فيديو بسيط، أول فيديو للسلسلة، شوف إذا عجبتكم ولا لا. أوكي فبس اللي حابب تكمل هي السلسلة بدنا نوصلها 200 لايك. أوكي مع السلامة.